العملية الشاملة حققت على الأرض نتائج مبهرة من خلال تأمين كافة المنافذ الحدودية للدولة، من خلال الأهداف تأمين أيضا الأهداف الحيوية داخل المحافظات المصرية، بجانب أيضا استهداف قيادات التنظيم الإرهابي في شمال ووسط سيناء. ربما كان في تواريخ كثيرة جدا كتبت عن قصة جبل الحلال وعن قصة استهداف كل من سولت له نفسه أن يعني يمر أو يعكر صف الأمن المصري. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد كل هذه الملامح. هيذكر التاريخ لمصر أنها تصدت وجبهت أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض. الإرهاب كان أحد أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لذلك قدمت القوات المسلحة ورجال الشرطة بمساعدة قبائل سيناء جهوداً كبيرة من أجل القضاء تماماً على الإرهاب وتكفيف منابعه. الخطط والمشروعات التنموية لم تكن لتأخذ مكانها على الأرض دون توفير الأمن بالمواجهة الحاسمة لمحاولات زرع التنظيمات المتطرفة التي أرادت السيطرة على سيناء لفصلها عن الوطن الأم. لكن قواتنا المسلحة الباسلة كانت لهم بالمرصاد، ونجحت خلال تلك السنوات وبالتعاون مع قوات الشرطة في التصدي لهذه المؤامرات وإحباط الكثير من هذه المخططات. وشهدت سيناء خلال السنوات الماضية تنفيذ عدة عمليات عسكرية، كان من أبرزها العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وقبلها عملية حق الشهيد بمراحلها الثلاثة، والتي بدأت في يوم 7 سبتمبر من العام 2015 بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش للقضاء على العناصر الإرهابية بتلك المناطق. كما تم تنفيذ عمليات تطهير منطقة جبل الحلال، وأعطى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء للعملية الشاملة سيناء 2018 في 9 فبراير من العام 2018 في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. وكلف بها أبطال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة المدنية للقضاء على جميع العناصر الإرهابية والإجرامية في تحدي شامل لجميع المؤامرات التي كانت تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن. وحققت العملية الشاملة نتائج مبهرة على مسرح العمليات من خلال تأمين كافة المنافذ الحدودية للدولة والأهداف الحيوية داخل المحافظات المصرية، بجانب استهداف قيادات التنظيم الإرهابي في شمال ووسط سيناء وتدمير كافة البؤر الإرهابية المكتشفة والقبض على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية والمطلوبة جنائية. كما تم تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية واكتشاف وضبط أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية الخاصة بالعناصر الإرهابية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والقنابل والعبوات الناسفة. وعلى الصعيد الميداني شملت العمليات العسكرية كافة الاتجاهات والمحاور المستهدفة، وليس في شبه جزيرة سيناء فقط، مما أسهم خلال الفترة الماضية في تراجع كبير جدا في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الأهداف المدنية بفضل قطع طرق الإمداد المالي أو اللوجستي للعناصر الإرهابية في سيناء وغيرها من البؤر المستهدفة بسبب نجاح عمليات الرصد الدقيق من أجهزة الاستخبارات وتضييق الخناق عليهم وانتشار القوات في كافة الأماكن. واعتمدت مصر على مجموعة من المحاور في استراتيجياتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقدمت خلالها تضحيات عظيمة من خيرة أبناء الوطن، إذ ركزت بشكل أساسي على الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية، وفي الوقت ذاته شرعت في تنمية المناطق المتطرفة والصحراوية التي استغلتها تلك التنظيمات في مقدمتها شمال سيناء لتنفيذ عملياتها.
وكانت أهم عوامل نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب هي التنمية التي شهدتها سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن الجماعات الإرهابية استغلت على مدار السنوات الماضية التهميش الذي عانت منه مناطق مثل سيناء وكونت مرتكزات لها فيها وأخضعتها لتكون مسرحاً لعملياتها. لكن انتباه القيادة المصرية لأهمية تنمية سيناء وانطلاق مشروعات قومية عملاقة بإعادة تأهيل البنية الأساسية وتدشين المصانع ومراكز الخدمات في مناطق عدة بشمال سيناء نجح بشكل كبير إلى جانب الضربات الأمنية في دحر منظومة الإرهاب.